الستيشنز زي دي. ده شكل ايه اللي قدامنا ده؟ الشكل اللي على الكفر ده ايه لو نفتكر؟ البلان ده الازرق ده بلان لايه؟ حد يفتكر ولا نسينا؟ الكحك العيد واللحمة نسونا، الحاجات اللي احنا خدناها. ده استري، ده مصب النهر على البحر زي فرع رشيد وفرع دمياط كده، اللي هو نهاية النهر، التقاء النهر مع البحر، بيبقى القطاع بتاعه عريض ناحية البحر ورفيع أو ضيق ناحية النهر. لما باجي أعمل له مونيتورنج ستيشن بيبقى حاجة بالشكل ده. فالنهاردة إن شاء الله هناخد الحالات المختلفة للووتر بيدز اللي احنا أخدناها، زي النهر والبحر وكان ازاي نختار المونيتورنج ستيشن، اماكن ازاي، مواعيدها امتى، ناخد ايه الداتا البارامترز اللي ناخدها، وان شاء الله نشتغل بقى في الشيت على طول. قبل برضو ما نكمل، عملت اكتيفيتي على الووتر كواليتي بارامترز ورفعتها على المنصه. الاكتيفيتي دي يعتبر التمرين تريننج، حطيت لك بعض اسماء المواد اللي احنا البارامترز والفاريبلز اللي احنا بنتعامل معاها، مرة بالكلام كساينتفك نيم ومرة بالرموز، وقلت لك كم اللي انت الناقص الميسنج منها. لو هو انا مديها لك بالرموز، انت بتكتب الساينتفك نيم بتاعها، بتكتب الوحدات بتاعتها، بتحدد الكلاسيفيكيشن بتاعها، يعني هي فيزيكال ولا كيميكال ولا بيولوجيكال ولا هيدرولوجيكال بارامتر او كاتيجوري يعني. فهم موجودين على المنصه وان شاء الله نشتغل فيهم في الشيت على طول. اخر جزء عندنا في يعتبر اللي هو الكلام النظري، ان شاء الله من اول المحاضره الجايه هنبتدي ناخد الاناليسز، ازاي نتعامل بقى مع النتائج ونمثلها. فالموضوع هيبقى بالنسبه لكم يعني هتبقوا حاسين بيه اكتر وممتع اكتر ان احنا نبتدي نتعامل مع الارقام. دكتور، نعم، المحاضره الجايه ان شاء الله اخر محاضره؟ لا لسه شويه، احنا قدامنا الامتحانات عليها شهر. فاضل لها اسبوع واحد بس يا دكتور، الاسبوع اللي بعده نعم. على طول عندنا نهايه الدراسه يا دكتور الاسبوع الجاي. تمام يا سيدي. الاسبوع اللي بعده على طول الاسبوع اللي بعده عندنا شفوي يا دكتور على طول. هناخد لحد ما انا اخر واحده هدي المحاضره، اخر واحده يعني. انا ما جاليش تعليمات رسميه. والله يا دكتور قالوا لنا الامتحانات في اول الشهر، قالوا لنا الامتحانات في 1/6، ما قالوش ان اخر اسبوع في المحاضرات الاسبوع ده. هو دكتور الامتحانات عندنا الشفوي هيبدا من اول الاسبوع اللي بعد الجاي على طول، امتحان شفوي. انا ما عنديش شفوي، انا ما عنديش امتحانات شفوي، انا اقدر ادي المحاضرات عادي. بس يعني تمام يا دكتور، بس حضرتك شايفه هيبقى الاسبوع اللي بعد الجاي، والامتحانات هتبقى اول يوم لينا احنا يوم الاربع اللي في الاسبوع اللي بعد الجاي على طول، مش احنا بكالوريوس بادئين بينا احنا يعني تقريبا الناس. انا والله يا دكتور متعشمين في حضرتك، بس ان حضرتك تراعينا واحنا متعودين منك على كده. استاذنكم ناخد محاضرات مكثفه، ناخد محاضرتين في الاسبوع، استاذنكم عشان اعرف امتحنكم. والله انا ما اديتش حاجه امتحن عليها يعني. انا كده كده كنت شايله جزء كنت بديه قبل كده وقلت خلاص مش هدي، اللي هو بتاع جراوند ووتر والمسائل بتاعته، فادوني اديكم الجزء اللي المطلوب ان انا اديه لكم. ممكن ناخده الاسبوع الجاي يا دكتور، ونطول في المحاضره تبقى طويله شويه ما يهمش، بس يعني يا ريت تبقى محاضره واحده بالله عليك يا دكتور، عشان لا بس لا لا انا عايزه ادوني كمان ناخد محاضره يوم الخميس الجاي ممكن، او السبت زي المره اللي فاتت، ناخد مرة ثلاث وسبت، ثلاث وسبت، أربع مرات على الأقل. ثلاثة غير دي، ثلاثة، لا ثلاثة غير دي، يعني عايزة ثلاث مرات. ده هي لو عرفنا نحط ميعاد واحد يا دكتور، لو عرفنا نحط ميعاد واحد غير محاضرتنا يبقى كويس جدا. احنا والله مضغوطين جدا، وخصوصا السكاشن كلها في جميع المواد متأخرة. لأن احنا حصل عندنا أسبوعين اتنين أجازة في الأيام بتاع السكاشن. هدي المحاضرة الجاية محاضرة طويلة وأقول بعدها يعني على الأقل في محاضرتين، واحدة على الووتر كواليتي اندكس وواحدة على التروفيك اندكس مينيمم،
وبعد كده نتكلم بقى نفاصل مع بعض. تمام؟ نظبط مع بعض إن شاء الله دكتور آخر المحاضرة، بس بعد ما حضرتك تخلص إن شاء الله. في عندي محاضرتين طوال على الأقل لازم يتاخدوا الأول، بعد كده نفاصل بقى. أنا لو أعرف كنت زيت دي هحاول أدي دي بسرعة وأدي جزء كمان بقى. الأنهار بصفة عامة بتبقى معظمها لها شبكات رصد قومية على طول السنة، ما بتبقاش مؤقتة إلا لو في حد عايز يعمل بحث أو في مشكلة معينة تستدعي يتعمل لها شبكة رصد مخصوص، لكن الأنهار بصفة عامة بيبقى لها شبكة قومية بترصد على طول أول بأول، زي ما قلنا أهميتها إنها بتغذي محطات مية الشرب، فمهم ان احنا يبقى عندنا دايما داتا اول باول على الكواليتي بتاعت المايه طول الوقت. زي ما قلنا قبل كده انا اديتكم الجزء ده المره اللي فاتت لما النور كان النت كان انستيبل، ولا جزء تاني غير ده؟ ده الجزء اللي ابتدينا فيه المره اللي فاتت. شكل النهر لو بصينا على ده ريفر بيزن، ده حوض لنهر كامل، لما اجي اعمل عليه محطات رصد، محطات الرصد اللي هي اللون المثلثات الحمراء دي بتبقى على مجرى النهر نفسه من المنابع لحد المصب وفروعه، دي المحطات الخاصه بالانهار بصفه عامه. احنا قلنا ان النهر بيبتدي من الاعالي لحد المصب، فببقى محتاجة أحط على المجرى طول ما أنا المية بتتحرك، وعلى بعض الفروع المهمة الروافد، ولو عندي دلتا أو فروع باخد عليها برضو نفس الكلام. ده نهر المثلثات اللي هي باللون الأسود، هي دي المحطات بتاعتي. أنا عندي فروع رئيسية 1 2 3 4، عندي 4 فروع رئيسية للنهر أو 4 روافد رئيسية، وكلهم بيصبوا مع بعض. فعندي المحطات الرصد اللي بعملها، وزي ما قلنا المحطات الرصد دي بنسميها السبيشال مونيتورنج، اللي هي الرصد في المكان، دي الستيشنز السبيشال مونيتورنج. عشان كان في حد سألني بس تقريبا الدنيا ما عرفتش اجاوب او النت كان انستيبل. الستيشنز المحطات اللي بنحطها واماكن اختيارها دي بنسميها الرصد المكاني، بحط فين النقطه بتاعتي المحطه اللي هاخد عنها، هاخد كم مره في من كل نقطه او من كل ستيشن هاخد كم مره قراءات، دي بتبقى الرصد الزماني التمبورال مونيتورنج، ان انا هاخد 4 مرات في السنه، هاخد كل شهر، هاخد كل يوم، دي اسمها الرصد الزماني. فانا عندي رصد زماني ورصد مكاني. الانهار باخد من اول النهر لاخره، من المنابع والروافد لحد الفروع لحد المصب. زي ما قلت علشان الانهار معظمها بتبقى بتمصدر محطات ميه الشرب، فانا عندي جنب جنب الخصائص الكيماويه الكيميائيه لازم يبقى عندي خصائص بيولوجيه الخاصه بوجود اي بكتيريا او مسببات للامراض، يعني هيبقى عندي مايكروبولوجيكال انديكيتورز علشان على الاقل واحد بس في التستس او السامبلز اللي انا هاخدها علشان خاطر ميه الشرب. معظم الانهار بتتاخد كل 4 مرات في السنه. كلمه سامبلنج فريكوانسي تكرار السامبل اللي هو البعد الزماني او الرصد الزماني، يا اما نقول تكراريه الرصد او نقول الرصد الزماني، باخد كل 4 شهور كل 3 شهور. التكراريه قد ايه؟ كل 3 شهور. فانا عندي في نتورك ستيشن دي اللي هي الشبكه الرصد بتاعتي،
بكرر الرصد كل قد ايه، دي بسميها السامبلنج فريكوانسي. باكد برضو ان البي او دي والسي او دي والفيكال كوليفورم بكتيريا من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده في الانهار عشان هي مصدر لمياه الشرب. بصفه عامه لما اجي ادخل على نهر بعمل الديسشارج، البارامترز اللي موجوده عندي زي القطاع بتاع النهر، الدبس بتاع النهر، بعد كده ببتدي اخد البارامترز الرئيسيه، بشوف احط فين المكان بتاعي، لو عندي اي مصنع بيرمي اي مصرف بيصب، بيبقى في استكشاف للمنطقة الأول. لو أنا عندي مثلا محطة صرف صحي بترمي أو بتاكل، لو عندي مصنع بيصب، لو عندي أرض زراعية مصرف زراعي بيصب، كل الحاجات اللي ممكن تكون مصدر تلوث بختار عندها مكان. فلما تيجي تختار الأماكن، لو أنت عندك مصب مصرف هتحط ستيشن قدام مصب المصرف، مش جوه المصرف، جوه المية اللي صبت فيها. ولو عايز تشوف الكواليتي بتاعت المصرف تنفع للصب ولا لا، بتاخد عينة جوه المصرف وعينة جوه المية اللي هتصب فيها. اكتر الحاجات اللي البارامترز المشهوره بالنسبه للانهار السيدمنت ترانسبورت، عمليه الترسيب بتاعت الطمي اللي موجود عندي، لانه المياه وهي ماشيه بتاكل في النهر، دي مياه متدفقه، فبحتاج اقيس عمليه النحر والترسيب، بحتاج اشوف الطحالب اللي عندي اللي موجوده، بحتاج بشوف الديزولفد اورجانيك ماتر، لو انا عندي اي مواد عضويه وخاصه لو مختلطه المياه اللي عندي بصرف صحي بمخلفات صرف صحي، بحتاج اشوف الملوحه والتوصيليه والاملاح المذابه الكليه، بحتاج اشوف الاكسجين المذاب، بحتاج اشوف البي اتش عشان القاعديه والحامضيه، بحتاج اشوف العقاره والمواد العالقه كلها ومدى شفافية المية، بحتاج أقيس درجة الحرارة، بحتاج أقيس كمية الإضاءة الشمسية اليومية علشان عملية الريجيشن. الحاجات دي من الحاجات اللي المفروض أكون واخدها معايا في أي نهر، وخصوصا لو بيغذي محطات مية شرب. طبعا احنا قلنا ان الحاجات دي مكلفة، فلو ده اللي المفروض يتعمل. لو عندي شبكة قومية هتعمل كل كلام ده. نفترض ان انا بعمل بحث او بعمل حاجة بسيطة وما اقدرش اعمل كل ده، هختار الحاجات الاساسية اللي لازم اخد عندها. دي رسالة البشمهندس، الجزء ده كان رسالة البشمهندس علي ندى. رسالة الماجستير بتاعته كان بيدرس ظاهرة نفوق الأسماك عند كفر الزيات عند فرع رشيد. احنا عارفين منطقة كفر الزيات منطقة صناعية فيها 4 مصانع كبيرة، وكمان في مصرف رئيسي مصرف تلا بيصب فيها، فالمنطقة دي بيبقى فيها كمية تلوث مركزة، فكان دايما بيظهر عندها سنويا فترة كده في الصيف بيجي يحصل نفوق الأسماك. ف عملناها نقطة دراسة وهو درسها، خد الجزء ده من نهر من فرع رشيد على كفر الزيات، وعمل الستيشنز دي من 8 ستيشنز، واحدة في المصرف و7 على المسار بتاع السنتر بتاع النهر، أمام المخرج بتاع كل مصنع. عندي 4 مصانع كبيرة، وأدي الجزء اللي هو خده في الجزء بتاع كفر الزيات. زي ما قلنا لما بيكون الموضوع بحثي انا ما بقدرش اعمل نتورك كبيره لانها مكلفه،
فانا عملنا 8 ستيشنز وخدنا حوالي 25 بارامتر، منهم واحد بيولوجي والباقي كيميائي وفيزيائي. دي حاجه لحاجه حقيقيه اتعملت بحثيه قوميه، وتقدروا ترجعوا لها وتقدروا تناقشوه في النقطه بتاعته في السكشن بتاعتكم. وطبعا عشان ما اكمل المعلومه، طلع انه في المصارف، المصرف طلع بيبقى محمل بملوثات كتير مع صرف المصانع، كلهم بيزودوا التلوث فبيستهلكوا الاكسجين اللي موجود المذاب، فنتيجه استهلاك الدي او بيقل جدا لدرجه انه ما بيكفيش للاسماك عشان تعيش. احنا قلنا الدي او يعني من 6 وطالع مناسب، اقل من 6 يا اما يبتدي يمرض او يموت، فهو نتيجه انه كميه الملوثات في منطقه صغيره جدا كانت مكثفه، فاكسدت كل امتصت كل الاكسجين المذاب في الميه وسببت نفوق الاسماك السنوي بسبب ده. وكان اياميها بيتقال ده عشان في مزارع سمكيه ومش عارف ايه والكلام ده، لكن ده مش حقيقي. كميه التلوث اللي كانت موجوده كانت كبيره، وكانت هي السبب الرئيسي في عمليه نفوق الاسماك. ده شبكه النهر، انا بركز على النقطه دي لان انت كمهندس، احنا ما عندناش مهندس انفيرومنتال ومهندس مدني، فلو اي حد اشتغل في حاجه زي كده وليكن في الصح في هندسه الصحه الصرف الصحي او الري، هتبقى انت المنوط بيك انك تحدد الاماكن. فعشان كده انا مركزه عليها وعامله اساينمنت عليها مخصوص، ازاي انت اللي تحدد المكان اللي تحط فيه عنده الستيشن، محدش تاني هيقول لك. انت هتبقى المهندس المدني لان مفيش مهندس انفيرومنتال موجود هيحدد الكلام ده. ازاي اختار؟ طبعا انا بختار لو مفيش مشاكل بوزعها بشكل عام على كل المنطقه، لو في حاجات مهمه تستحق الرصد او مخارج او مداخل مصارف او محطه ميه شرب، لو في محطه ميه شرب يفضل ان انا اعمل عندها عشان اتاكد من جوده الميه اللي داخله المحطه. وهكذا يعني كل جزء كل جزء مهم بالنسبه للدراسه بتاعتي بوزع عليه. طبعا التوزيع ما بيبقاش بطريقه متعادله، لا انا بكثف، ممكن اعمل تكثيف في منطقه معينه عشان في جزء يهمني، وفي مناطق ما احتاجش ان انا اعمل فيها تكثيف، كفايه انطور كام ستيشن كده اعرف الدنيا ماشيه فيها ازاي. ستيشنز من اعالي النهر لحد المصب لحد الماوس، مصب النهر على البحر او المحيط بنسميه الماوس، المسافه اللي قبله بنسميها الاستري، المسافه اللي قبله اللي بيحصل فيها اتساع في المجرى بنسميه الاستري. من اول المنابع لحد المصب او الماوس بحتاج اعمل مونيتورنج ستيشن، وزي ما قلنا دي بتبقى في الشبكات القوميه بس. بالنسبة للبحيرات، البحيرات بتبقى أكتر حاجة بتعنيني فيها حاجتين، إن هي تنفع للاستزراع السمكي لأن معظم البحيرات بتستخدم في كده، وإن هي ما يحصل لهاش إتروفيكيشن اللي هو العطن أو الريم اللي بيحصل، اللون الأخضر اللي بيحصل نتيجة زيادة الملوثات. فالتركيز في البحيرات بيبقى مختلف وأنا بعمل نظام للرصد. اولا البحيرات قطاعها البحيرات القطاع بتاعها مش منتظم، عندي الدبس في المنتصف بيبقى كبير وعلى الاطراف اقل، فانا عندي حاجه غير منتظمه في العمق، فبتعامل مع اعماق مختلفه
درجة الحرارة بتبقى مهمة جدا، لأن المياه الراكدة بتساعد على النشاط البكتيري، فدرجة الحرارة بتبقى من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للبحيرات. الجي او بيبقى مهم جدا عشان استحياء الفيش برودكشن، الإنتاج السمكي، فبيبقى التركيز في البحيرات. طبعا مفيش حد بيشرب من مية البحيرات، فعملية التأثير على صحة الإنسان دي مش تبقى موجودة. لكن الحاجتين اللي بيهموني هم الاتروفيكيشن موجود وبنسبة قد ايه، وهل جودة المية تنفع للاستزراع السمكي ولا لا. زي ما قلت، يا اما بيبقى عندي شبكه قوميه، يعني البحيرات الشبكه الثابته فيها تبع جهاز شؤون البيئه، رغم ان البحيرات بتتبع هيئه الثروه السمكيه، والثروه السمكيه بتتبع وزاره الزراعه في مصر، الا انه المسؤول عن اخذ عينات ثابته دايما لجوده المياه في البحيرات هو جهاز شؤون البيئه، فله في كل مسطحات مائيه سواء شواطئ سواء بحيرات ستيشنز دايما موجودة بيرصد فيها. نفترض ان احنا عندنا حد عايز يدرس مشكلة في احدى البحيرات، هو بيعمل يعني بياخد الستيشنز ياخد منها قراءات، يا اما لو بيعني حاجات معينة بيعمل هو ستيشن يشتغل عليها، زي ما الباشمهندس علي عمل جزء خاص بيه علشان يدرس عليه. ممكن برضو يتعمل لأغراض بحثية لغرض ان في مشكلة معينة ظهرت عايزين نعمل لها شبكة رصد مخصصة، أو نستعين بشبكات الرصد اللي موجودة طول السنة وناخدها، ناخد الداتا بتاعتها أو نرصد منها النتائج بتاعتنا، أو ناخد السامبلز بتاعتنا اللي احنا عايزينها. يعني نستعين بالموجود لو الموجود يؤدي الغرض بتاعنا، لو كان بحثي أو حل مشكلة معينة اللي هو اللي تبع الدولة، أو إن احنا نعمل احنا الشبكة بتاعتنا وناخد السامبلز بتاعتنا حسب احتياجنا او حسب حل المشكله، سواء كانت بحثيه او علاج مشكله معينه ظهرت فجاه. احنا عارفين طبعا ان البحيره بتبقى عباره عن جزء ميه محاط بيابس، فانا باخد في معظم المناطق بتاعت البحيره، عندي اعماق مختلفه، لو في مصارف بتصب عليها باخد امام المصارف، لو في ترع بتصب عليها، لو في مصانع بتصب عليها، واعتبر لو في بوغاز هي كوستال ليك ولها فتحة على البحر بيبقى عندي لازم محطة رصد عشان المياه المالحة والعذبة اللي بتحصل فيها، فلازم يبقى عندي محطات رصد على تغطي البحيرة بالكامل. المياه مش محتاجة اليابس، محتاجة الجزء المائي كله يبقى عندي نقط رصد عليه. من النقط الرصد دي هقدر اعرف هل هي المياه مناسبه للاستزراع السمكي، وهقدر احسب معامل اسمه تروفيك اندكس، معامل الاتروفيكيشن، اقدر اشوف نسبه الاتروفيكيشن التلوث في المياه قد ايه. دي بحيره في الصين جنب بكين اللي باللون الرصاصي الغامق، ودي عدد الستيشنز. طبعا لما تكون ستيشنز قومية بيبقى العدد كبير زي ما قلت، لكن لو حد بيعمل على نفقته أو على نفقة بحثية بيبقى عدد الستيشنز مش كبير خالص، يعني على قد الفلوس البادجت. بنحط الستيشن ازاي؟ حسب حجم البحيرة، البحيرة الصغيرة، لأن يعني عندنا مثلا في البرولوس عندنا حوالي 12 محطة رصد موجودين ثابتين، في البردويل عندي حوالي 8 مثلا، وعلى سبيل المثال دول ثابتين طول السنة، عايز أزود عليهم أنا ممكن أزود. فكل ما حجم البحيرة زاد كل ما أنا بحتاج أعمل ستيشنز أكبر، ولازم الستيشنز دي تغطي جميع الأعماق اللي هو أقصى عمق في المنتصف وأقل عمق على قرب الشواطئ. دايما واحنا بناخد السامبلز بتاعتنا بيبقى دايما تحت المية، بناخدش السامبلز على سطح المية، سواء في الأنهار أو في البحيرات، بنزل حوالي نص متر كده أو ربع متر علشان أضمن إن أنا بفضل مية من قلب المحيط المائي كله. يعني زمايلكم من سنتين قبل كورونا
كانوا بيروحوا عن طريقة القصد كده وينزلوا في المايه وياخدوا معاهم حاجات من المعمل ويطلعوا ياخدوا سامبل ويروحوا يحللوها. للأسف انتوا ما كانش عندكم الحظ ده. الفريكوانسي بتاعت العينات بتاعت البحيرات زي الأنهار بتتاخد ربع سنوية ولسنوات مختلفة، يعني كل سنة ربع سنوية زي الأنهار. طبعا زي ما قلنا إنه درجة الحرارة عنصر مهم جدا بالنسبة للبحيرات لأنها رمدة ولأنها بتساعد النشاط البكتيري ولأنها بتزود الأتروفيكيشن. فأنا عندي على مدار السنة درجات الحرارة بتختلف ما بين الارتفاع في الصيف والانخفاض في الشتاء والتوسط في الربيع والخريف. فأربع قياسات على الأربع فصول بتديني تصور كامل على التغيرات اللي بتحصل أو على الوتر كواليتي على مدار السنة. لو أنا عندي مصبات مصارف زراعية بتصرف في البحيرة، فأنا عندي الزراعات في الصيف بتختلف عن الزراعات في الشتاء، بتختلف عن الزراعات النيلية أو الخريفية، فده بيأثر كتير جدا على الجودة بتاعة المية. يعني الرصد الموسمي بيبقى مرتبط بنوع المية اللي موجودة في اللي بتجيلها سواء كان صرف زراعي أو خلافه، مرتبطة بدرجات الحرارة اللي بتأثر كتير جدا على النشاط البكتيري وعلى الثروة السمكية أو الإنتاج السمكي اللي موجود. أهم حاجات لازم أعملها في أرصدها في البحيرات، وهتلاقي هنا مختلفة، وده يهمني بالنسبة لي في المحاضرة دي إنك تبقى عارف البحيرات لما نيجي نعمل لها مونيتورنج إيه أهم البارامترز اللي ناخدها. دي مختلفة عن الأنهار، دي مختلفة عن الشواطئ. التوتال فوسفرس والتوتال نيتروجين، حد فاكر احنا محتاجين دول في ايه؟ علشان بيحددوا كمية الغذاء اللي بتنتج اللي بتعمل النباتات النمو يعني. لا ده عشان انا بحسب منه الاتروفيكيشن والتروفيك ستيتس اللي هناخده ان شاء الله في المحاضرة، يمكن نكمل على طول دلوقتي في المحاضرة دي. التوتال فوسفرس والتوتال نيتروجين دول المسبب الرئيسي للاتروفيكيشن، فنسبتهم بتأكد وجوده وكميتهم بتدخل معايا في حسابات الترافيك اندكس اللي هو معامل الاتروفيكيشن. كل مركبات النيتروجين بتدخل في التوتال نيتروجين، الامونيا بيدخل معايا في التوتال نيتروجين برضو، كل دي منتجات النيتروجين. فانا بيعنيني جدا في البحيرات زي ما قلت حاجات مختلفه خالص عن اللي بتعنيني في الانهار. كل الكلام ده لحد هنا ده اتروفيكيشن، امونيا، نيترات، نيتريت، توتال نيتروجين، كل ده عشان اتاكد في اتروفيكيشن. لا الديزولفد اكسجين عشان اتاكد هل المياه البحيره صالحه للانتاج السمكي ولا ملوثه. وزي ما قلت لكم قبل كده بحيره الفيوم ملوثه لانه هناك الناس استخدموا المصارف الزراعيه الغير مستغله في الصرف الصحي وصرفوا على البحيره، فمقفولة بقالها 3 سنين للصيد، ممنوع منها الصيد لأن هي تلوثت تماما وحصل تقزم وأمراض للأسماك وما عندهاش نفس صالحة للاستخدام الآدمي. فعشان كده مهم جدا إن احنا نتابع الكلام ده ونتأكد، ومحدش ياخد ياكل سمك من المناطق اللي مليانة صرف صحي وصرف مش كويس وصناعي يعني. فالديزولفد اكسجين مهم جدا للبحيرات اكتر من الانهار لانه بياكد لي هل الاسماك اللي موجوده البيئه دي تصلح، وهل كميه الديزولفد اكسجين هتطلع سمك مريض عنده امراض ولا ميت وهياخدوه يبيعوه في الاسواق على انه هو طازه. وده بيحصل فعلا ان السمك بيبقى ميت وبياخدوه يبيعوه لان هو مش ميت يعني. فده مهم جدا جدا انك يعني تبقى عارف حتى لو مش بتشتغل في المجال دوت، لو قال لك ده سمك مزارع، ده من بحيره المنزله، ده من بحيره كذا، لازم تكون متاكد برضو ان الحاجات دي حاجات كويسه ومش متغذيه على الصرف الصحي.
البي اتش طبعا زي ما قلنا مهم جدا للقاعديه والقلويه. المياه البحيرات المفروض ان هي مياه عذبه ما هياش مياه مالحه. درجه الحراره مهمه جدا للنشاط البكتيري. القاعديه والعصر مهمين جدا بالنسبه برضو للبحيرات. الكلوروفيل والالجيل والبلومز دي حاجات خاصه بالمؤشرات البيولوجيه. الالجي او الالجل دي زي الطحالب، نوع من انواع الطحالب. لازم اخد عينه من الاسماك وعينه من النباتات احللها، وانا عملت كده بنفسي في بحيره قارون فعلا علشان اتاكد انه المواد الملوثه مش واصله لحد النبات والحيوان للتشوز للانسجه بتاعته. فلازم كمان اخد عينه من الكائنات الحيه اللي موجوده سواء اسماك او نباتات واحللها واتاكد من الملوثات، لان الحاجات دي بتتشرب المواد السامه سواء جسم الاسماك او اوراق النباتات اللي موجود. فهنلاقي تركيزنا على المونيتورنج بارامترز مختلفه تماما، وده اللي يعنيني الزتونه بتاعت المحاضره النهارده، انك تعرف لما اكون بتكلم برصد ليه بركز على ايه. يا ريت الكلام ده يبقى محفوظ، يعني يا ريت الكلام ده يبقى مهو. لو انا بشتغل على نهر سواء جزء منه او كله بركز على ايه، ده اللي يعنيني جدا في المحاضره بتاعت النهارده. دي بحيره المنزله لسه جايبين سيرتها، يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. دي بحيره المنزله اهي، كانت زمان بتطلع لسبع محافظات نتيجه عمليات الردم والاستصلاح والفتوانه، بقت بتطلع على ثلاث محافظات بس اهي. مساحتها قلت، كانت وكر للإرهاب، وكانت قعدت فترة طويلة جدا ما هي غير صالحة. الأسماك اللي بتاعتها كانت ملوثة وما فيهاش إلا البوري والبلطي. من ثلاث سنين ابتدت عملية تطهير واسعة جدا وتكريك وإزالة الحاجات الغير أمنية، وابتدى دلوقتي والبواغيث بتاعتها اتطهرت والمياه المالحة ابتدت تدخل عليها، وابتدى الأسماك بتاعت بحيرة المنزلة ترجع تاني لسابق عهدها. ابتدى يطلع منها الدنيس والقاروس والأسماك اللي هي جودتها كويسة وكانت مشهورة بيها زمان. مؤخرا نتيجة عمليات التطهير والتكريك اللي بقت استعيد جزء من مساحتها لأنها كانت تعرضت لردم جزء كبير منها. الدوائر السوداء اللي موجوده دي محطات رصد ثابته موجوده في بحيره المنزله. 2 4 6 8 10 11. احنا طبعا يعني مقارنه بالحاجات اللي احنا شفناها في الاول اللي هي بره مصر هتلاقينا على قدنا شويه في عدد المحطات، ما تبقاش المحطات كبيره بس بتفي بالغرض. ده شكل ادي بحيره المنزله اهي، شمال كوستال ليك زي ما قلنا، مفتوحه على البحر في جزء منه ومتصله قريبه من قناه السويس، وفيها ثلاث محافظات بيصب عليها مصارف كتير جدا كلها مليانه بكل الخيرات من الصرف الزراعي والصحي والصناعي وكل الملوثات ده الشكل بتاعها. ودي محطات الرصد الموزعه عليها. أنا منزل لكم في الأساينمنت إنك أنت لو عندك بحيرة المنزلة أنت وزع الستيشنز وقول واختار البارامترز. فممكن بقى تغش من المحاضرة، هي جزء من الأسئلة ده واحد منهم بحيرة المنزلة، هتاخد الكلام ده ممكن توزع بنفس الطريقة أو بطريقة مختلفة. أنا سبت الحرية لكل واحد إنه يبدع ويوريني إبداعاته، هيحط الستيشنز فين وهياخد البارامترز ايه. بس المحاضره دي يا ريت تبقى معاك وانت بتشتغل وتبقى مرجع بالنسبه لك، يعني لما تيجي تختار البارامترز ما تختارليش حاجات انا ما قلتهاش الا اذا كان عندك مبرر. يعني دي بحيره البرولوس واتعمل عليها برضو شغل كتير جدا جدا. كام 12 ستيشن
بحيث البرونس على الأطراف المياه بتوصل ربع متر ونص متر، في النص بتوصل متر 75، يعني في أكبر مناطق هنا في العمق. في 9 مصارف بيصبوا عليها ما عدا ترعة واحدة، ترعة البرمبال دي اللي مياه عذبة الوحيدة، عندها بوجاز على البحر هنا. بيدخل مياه مالحة، بوجاز واحد بيدخل مياه عذبة ومياه مالحة، عشان كده محطوط عليه، معمول عليه محطة رصد مخصوص. طبعا المياه العذبة والمالحة بتتحرك حركة موجية، فيها مد وجزر، فالمياه المالحة بتخش البحيرة وتطلع، تخش البحيرة وتطلع. وجود المياه المالحة مهم جدا للثروة السمكية، لأن هو الملح ما بيسببش عطن، احنا عارفين ان الملح بيحفظ المياه، فبيقلل العطن، بيقلل، بيحسن جودة المياه. لما البغاز ده بيتسد او بيتقفل نتيجه تراكم الاتربه وبيمنع ميه البحر، وده نوع من انواع الصيانه او يعني عدم الاهتمام بالبحيره، لو ده اتسد من كتر عدم التكريك والتطهير، فمستوى الاسماك في البحيره بيتدهور. كل ما بقى فيه ميه مالحه بتجدد البحيره وبتحافظ عليها من الملوثات ومن العطن. وطبعا انتوا عرفتوا انه البرولس برضو اتعمل فيها مصايد سمكية جديدة ومستزرع سمكي، وكله دلوقتي موجود في الانتاج المحلي وموجود للتصدير بصورة كويسة. ويعني لا اخفيكم سرا انه الموضوع الاستزراع السمكي والاهتمام ببحيرة البرولوس كان محاولة لوقف الهجرة الشرعية الغير شرعية اللي كانت بتتم عن طريق البحيرة وعن طريق رشيد، كانت كفر الشيخ أكتر بلد بيحصل فيها هجرة غير شرعية، وكانت أحد الحلول لوقف المشكلة دي إن إحنا إن الاهتمام بالبحيرة وتطهيرها وإيجاد فرص عمل في المصايد السمكية اللي اتعملت مؤخرا. فبرضو بقى فيه اهتمام، الحقيقة البحيرات في مصر قعدت فترة طويلة ما فيش اهتمام بيها، بس مؤخرا ابتدى الاهتمام بحيرة ببحيرة، يعني المنزلة والبرولوس هم أول بحيرتين ابتدوا، وتم يعني بدأوا في عملية التطهير ولسه ما انتهتش، وجاري جدول لباقي البحيرات كلها لعملية التطهير بإذن الله، لأنه إحنا عندنا 11 أو 13 بحيرة، 12 بحيرة، ومع ذلك الأسماك عندنا في مصر غالية. فأنا شخصياً بقول المفروض أنه مع كل البحيرات وعندنا 3000 كيلومتر شواطئ، المفروض السمك عندنا يبقى أرخص من الفول والطعمية، يعني يبقى كيلو السمك ب5 جنيه. كل إن السمك يبقى غالي مش كل الناس تقدر تشتريه، دي مشكلة كبيرة جداً، إحنا مش عارفين نتعامل مع الموارد المائية، المسطحات المائية. طبعاً أكبر سبب ممكن يخلينا ما نتعاملش هو التلوث، لما تتلوث مش هنعرف نستفيد منها. لو ما عنديش وسائل نقل وحفظ وتتليج وقريبة من أماكن الاستخراج مش هعرف أستفيد منها. أتمنى يجي يوم، أنا كنت عملت ندوة من يجي 4 5 سنين على الموضوع ده، وقلت إن إحنا عندنا كميات مسطحات مائية تخلي كيلو سمك ب5 جنيه، الناس تفطر سمك بدل ما تفطر فول، وأتمنى في يوم من الأيام إن ده يحصل ويبقى السمك وجبة شعبية أي حد يقدر ياكلها، لأنه فعلا عندنا مسطحات مائية كبيرة جدا، وحاليا 77% من الإنتاج السمكي اللي موجود في مصر بيجي من البحيرات، فلو احنا اهتمينا بيها ممكن نغطي السوق المحلي وكمان نصدر يعني للخارج. بحيرة زي بحيرة البردويل نسبة التلوث فيها منعدمة تقريبا، فالاسماك بتاعتها كلها بتتصدر لانها بتجيب عمله صعبه، لاسماك انواع غاليه فخمه او بتروح الفنادق الفخمه او بتتصدر، لانه طبعا في مواصفات كبيره في او اشتراطات كبيره صحيه في التصدير بالنسبه للمنتجات، اي منتجات بتتاكل. فاحنا عندنا بحيره البردويل هي البحيره الوحيده اللي غير ملوثه، وإنتاجها السمكي كله بيتصدر، بس الإنتاج مش كبير بالصورة المأمولة أو اللي ممكن اللي المفروض يكون عليها. يعني أنا بديكم فكرة عن اللي بتدرسوه مرتبط بالناس اللي بتطلع تصيد بره المياه الإقليمية ويتقبض عليها، العملية كلها
حاجه مرتبطه ببعضها يعني، كلها مرتبطه ببعضها مش بعيدة عن بعضها اساسا. البحيره ايوه، كان في سؤال في الشيت بيقول لي ان انا اذكر البحيرات وكل واحده كويسه للزراعه السمكيه ولا لا، فانا اذكر كل البحيرات واقول ان كله مش مناسب للزراعه السمكيه ما عدا البردويلي بس؟ لا لا طبعا لا لا، ما هو بناكلها بالصرف السهل بتاعها عادي يعني، ما فيش مشاكل. لا انت هتقول مشاكلها، هتقول مشاكلها وهتقول ان الجوده بتاعتها بتبقى احسن يعني، لو البوغاز اتقفل بتتكلم على المشاكل بتاعتها، بتتكلم مشاكل. وانا مديلكم محاضره كان فيها مشاكل مصر للميه والانتاج السمكي، وقلت لكم اقروها عشان تاخدوا فكره عنها، اديتها لكم وقلت لكم وشرحتها فيها. انت ممكن انت تجمع بقى الداتا اللي عندك، تتكلم على مثلا بحيره زي المنزله قبل التطهير وبعده، لكن البردويل ما فيش فيها تلوث خالص، ما فيش، لان ما عندهاش حاجه بتصرف عليها اصلا خالص. هي موجوده طبعا في سينا، في منطقه سينا اللي هي غير مأهوله بالسكان اساسا، فبالتالي ما فيش نشاط سكاني يلوثها، هي دي الفكره يعني. عكس بحيره مريوط، مريوط كل صرف اسكندريه عليها، صرف المحافظه كله على البحيره، وفي قوانين بتمنع انك تصرف ميه ملوثه على البحر، فانت لازم تصرف في البحيره جوه محيط الارض بتاعتك، ما تقدرش ترميها في البحر عشان في قوانين دوليه بتمنعك من كده. معايا يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. يعني هو السؤال يعني زي ده، انت تقرا يعني ما تقولش ان هي ما تنفعش، انت تعرف انه سوق العبور الانتاج فيه رخيص ليه؟ لان معظمهم ماسك بميه صرف صحي وميه مش كويسه، وده مش عيب دولة، ده عيب أهالي بيعملوا كده وبيستخسروا وبيروحوا يبيعوا الحاجات بتاعتهم يعني، مش بس نظام دولة عشان نقولش بقى الدولة بتاعهم كده، لا، في ناس بتستخسر وتسقي مية صرف صحي، فبيبقى الحاجة رخيصة بها، فلو يقول لك ده جاي إيه، ده السمك هناك إيه، ده الخضار هناك ما شاء الله إيه، وكله مسقي بمية صرف زراعي من مش معالجة، ومحدش بيقول لا، ما بيقولش، محدش ما بيقولش. فانت تبقى واعي، انت مهندس، انت واحد متعلم ومهندس وخدت فكره عن الموضوع ده، تبقى عارف ده ليه رخيص، وتبقى عارف ان في ناس بتبيع السمك الميت للناس على انه هو عايش وما عندهمش ضمير، اظن ده واحد صياد عادي بيبيع لواحد تجزئه لجمله كلهم ما عندهمش ضمير، بيبيع الحاجات دي والناس بتقول على انها كويسه. انت بتدرس الموضوع وتشوف الوضع الحالي يعني، بحيره المنزله لو كنا نتكلم عليها من 3 سنين غير ما نتكلم عليها النهارده، بحيره البرولوس، لكن مريوط لا، مريوط لسه مش كويسه، ايه لسه مش كويسه، لسه زي ما هي، لسه محتاجه شغل. معايا يا باشمهندس؟ معاك يا دكتور. انا يعني مثلا السؤال زي دوت هو سؤال بحثي شويه يعني، هل ممكن اشوف سؤال زي ده في الامتحان؟ يعني لازم ابقى حافظ كل بحيرة ايه مشاكلها؟ لا مش لازم تكون حافظ، بس لو جبت لك بحيرة وقلت لك ما بعد ما تطلع انت الترافيك اندكس مثلا قول مناسب قد ايه، انت هتقول او الجي او عملت حساباتك، انت هتقول هو مناسب للثروة السمكية ولا لا مثلا. يعني احنا قلنا في البحيرات بنقول اهم حاجة عندنا الاتروفيكيشن والجي او عشان الانتاج السمكي، فانت هتقول انها تصلح بصوره جيده، ما تصلحش خالص، ايا كان بقى البحيره اللي هناك معطاه بالنسبه لك. مثلا لو اتكلمنا عن مشاكل الكوستال ليكس، ايه مشاكل اللي بتتعرض لها البحيرات الشاطئيه بصفه عامه في مصر، ده ممكن يبقى سؤال بالنسبه ان البحيرات الشاطئيه يعني مصب لكل المصارف والمصارف بتاعت الدلتا ده كله، صح ولا؟ فمشاكلها تقريبا اخر بعضها لسه مستني دوره يعني. انا مش هحاسبك، احنا في اخر سنه ما بنحفظش، انا بحاول اسير عقلك انك تفهم ايه اللي بيحصل لما تسمع خبر زي ده عن بحيره، تبقى عندك فيدباك، بس هو ما تبقاش تتكلم كانك واحد في كليه تربيه او تجاره ما عندوش فكره، ما خدش حاجه عن الموضوع. انا بسير عقلك انك تعرف وتربط الاحداث ببعضها. تمام جدا يا دكتور. مش سعاد بتدي حاجه تتحفظ، احنا كبرنا واحنا في اخر ترم واخر اسبوع ولا اخر شهر،
ان احنا نقول هنحفظ، احنا هنشغل مخنا، وانا للناس اللي ابدعوا عندي في التصميم وعملوا حاجات من الخيال العلمي، انا اتعاملت معاهم والله وقريت اللي هم كتبوه، يعني ابدعوا مالكوش دعوه، هتلقى ابداعاتكم بكل اهتمام ما تقلقوش. هو باشمهندس علي ندى دكتوره وصل ليه يعني في رساله الماجستير بتاعته الجزء اللي هو واخده في كفر الشيخ ده او كفر ماله؟ الزيات، وصل ليه يعني بعد ما خد المحطات ديت وعارف ان في تلوث كبير؟ هو وصل انه الكلام اللي كان بيتقال على ان السبب في كده المصايد السمكيه اللي الناس الاهالي بيعملوها اللي بيطلع في الجرايد مش مظبوط، وانه المظبوط ان كميه التلوث اللي جايه من مصرف تلا على الملوثات اللي جايه من المصانع هي سبب من التاكل للاكسجين. ولازم الكلام ده يعني الموضوع خف، بقالنا سنتين ثلاثه ما عدناش بنسمع ان مشكله نفوق الاسماك، يعني كانت في تراشق بين الدوله والاهالي انه الصيادين وبتوع البحث العلمي بيقولوا لا ده هو التلوث اللي زاد جدا ولازم يبقى فيه كنترول على الملوثات اللي ما يحصلش في وقت معين في الصيف، انه مع درجه الحراره دي او يقل لدرجه تحصل النفوق، وطبعا كلامنا احنا اللي طلع صح، يعني مش عايزه اقول بقى اكتر من كده، ده كلامنا طلع مظبوط. تمام، تمام يا دكتور، وضحت وصلت الفكره؟ ايوه تمام. الاجابه كده كافيه ولا مش كافيه؟ وهل بقى يا دكتور الحلول اللي هو بيقدمها والاقتراحات دي هل بتوصل لحد مثلا مسؤول وبتنفذ طبعا ولا طبعا طبعا، وبتوصل وبننشر في مؤتمرات وبنعمل ندوات نعرض فيها النتيجة، يعني احنا بنعمل حاجات النهضة وبنعمل حاجات تخص تلوث البحيرات وتلوث الشواطئ، بنعمل بنطلع صوتنا، بس احنا مش متخذين، مش انا باخد القرار، احنا في متخذين قرار بقى هم اللي بياخدوا القرار ننفذ ولا ما ننفذش، يعني انا دوري احل المشكله واقول في مشكله لها حل علمي ومش مكلف وسهل وموجود اهو، مش هنخترع العجله ولا هنتكلم فروم سكراتش ولا حاجه، لا ده في حل وحل، واحد الحلول الكويسه اللي انا بحييها جدا وانا ما اشتركتش فيها اللي كان بيترمي على بحيره المنزله كله واحوله وعالجه وازرع بيه منطقه سينا، ده كان اكبر سبب اللي خلى بحيره المنزله تتطهر، ان كميه الصرف المصارف المروسه اللي كانت بتصب فيها اتاخدت كلها في صحرات تحت قناه السويس وراحت في محطه المحسمه اللي هي تعتبر اكبر محطه معالجه يمكن في الشرق الاوسط، كان شغال فيها في المقاولين العرب شغال فيها لحد، والميه دي هتطلع تزرع منطقه كبيره جدا، احنا كنا بنلوث بيها البحيره وما بنستفيدش منها، دلوقتي لا احنا هنستفيد منها، صحيح بتكلفه جدا وبكارد طبعا من بره لان الكميه كبيره بتاعت الميه والمعالجه بتبقى مكلفه، بس انا استفدت، طهرت بحيره ورجعتها تبقى مصدر انتاج السمكي، ووديت الميه الثانيه بعد معالجتها هزرع بيها فدادين كتير جدا. حلول، في حلول مكلفه، ساعات الحلول بتبقى الناس عايزه تاخدها بس ما عندهاش امكانيات، ولما يكون هعتمد على قروض دوليه، قروض دوليه برضو مقرفه ولهاش طاقه بتتحكم في حاجات، ساعات ما بنقبلش مثلا، فبيبقى في موائمات في اتخاذ القرار، انا كاستاذه جامعيه مش طرف فيها، لكن الحل اقدر اوفره واعلي صوتي واوصله لاعلى، يعني اول ما حصلت مشكله سد النهضه انا بعت ريبورت كامل لان انا كل ابحاثي في السدود وفي المشاكل الصراعات المائيه بعتها للمسؤولين وبيتابعوا اول باول الحاجات دي، بنبادر وبنشارك بس اتخاذ القرار مش مسؤوليتي، انا اعرض الحلول اعرض المشاكل ادي الارمز اقول ده ناخد بالنا منه، الحته دي حقنا الحته دي مش حقنا،
التصميم بيقول كذا كعلميا، بقول رأي علمي. الرأي العلمي بقى متخذ القرار ياخد بيه أو ما ياخدش بيه، دي بتبقى مش قضيتي أنا الحقيقة. يعني أنا بتوقف على إني أعرض رأي علمي أمين وحقيقي وصادق في مصلحة البلد، لكن بعد كده اتخاذ القرار ما بيبقاش مسؤوليتي. عشان ناس كتير بتقول لي طب ما حضرتك اعملي حضرتك، لا أنا مش، أنا مش متخذ القرار، أنا عالمة بدي حلول علمية بس، لكن مش متخذ القرار. هو دلوقتي يا دكتور اصلا بالنسبه للميه اللي عندنا دلوقتي في ميه النيل وكده، هو ده في مخزون عندنا احنا؟ لانه هو كده اكيد التصرف بتاع اللي جاي من سد النهضه اكيد قل، فهل في خزان لينا احنا او حاجه زي كده بيتسحب منه ميه ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمه السؤال بالظبط، الصوت بيقطع، قول تاني معلش. والتصرف بتاعنا دلوقتي، معلش مش سامع كويس. التصرف اللي بيجي دلوقتي من سد النهضه قل، تمام؟ التصرف اللي جاي من سد النهضه قل. الصوت مش سامع كويس. حضرتك النت عند حضرتك ضعيف. والله هو وراوتر وجنبي بس مش عارفة اعمل ايه. بس انا سامع الاخير كويس، يعني اللي اتكلم اخر واحد سامع كويس. تمام، ما حد يقول لي السؤال. طيب حد من اللي سمع السؤال يقول اسمه. انا كنت اللي كنت بسأل يا دكتور دلوقتي. بقول لحضرتك لا الصوت واضح، لا انا سامع دلوقتي كويس. تمام، التصرف بتاع سد النهضة اكيد قل. اللي جاي لنا احنا، اللي جاي لمصر اكيد قل. هل احنا دلوقتي مثلا في حاجه يعني في زي خزان عندنا مثلا بنسحب منه، او في ميه مخزون عاملين حسابه للاوقات اللي زي ديت لغايه ما يشوفوا حل يعني وكده، ولا الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي يعني؟ مين قال انه قال؟ هو احنا الحنفيه بتاعت سد النهضه مفتوحه عندنا على السد العالي، سد قرني بيخزن من السنوات العالية للسنوات، فأنا عندي مخزون. وكمان السنة اللي فاتت كان الإيراد عالي جدا، فأنا كان عندي مية زيادة، أنا فتحت مفيد توشكا كله علشان يصرف المية. ولا أخفيكم سرا أنه الفيضان السنة دي هيجي عالي، والمية مش هتتخزن زي ما الكلام بيتقال. واللي هيبص على المجاري المائيه اللي طالعه من النهرين هيلاقي انه في ميه بتتسرب من فتحات السد اول باول، عشان الايراد اللي جاي جاي كبير. فما تقلقش، ما تقلقش من الحته دي خالص. لا السد هيشتغل ولا هيحجز ميه، ولا الميه بتاعتنا هتقل. ويوم ما هيشتغل هيبقى سد تاني لسد العالي. سكت من كلامي، وانا متخصصه وبتكلم من عارفه بقول ايه. انا بتابع بنفسي، انا بتابع. انا في المنصوره عندي فرع دمياط معدي من عليا، الميه مفتوحه، البوابات بتاع السد بتطلع الميه احتياطي عشان فيضان هيجي كتير. والسنه اللي فاتت وصلنا لمرحله ان احنا فتحنا البوابات بتاعت مفيد توشكا كلها علشان نتخلص من الميه الزياده. فانا ما عنديش مشكله في الميه، والخمس سنين قدام عندي تخزين يكفي. احنا كل المشكله اللي بنتكلم فيها احنا بنحط اساس عشان ما تبقاش الحنفيه بتاعت الميه بس هناك، انما احنا مش هنضطر لا دلوقتي ولا بعدين. احنا بنتكلم بنحط قاعده الحنفيه ما تبقاش هناك، تبقى عندي انا اللي اتحكم فيها بس. مش هقول اكتر من كده، بس اطمنه لا هيشتغل ولا هيولد كهرباء ولا هيحجز، ولو حجز هناخده بالارض اللي عليه وهيبقى تبعنا كمان. يعني اطمنوا وكده. كنا عملنا مره معاكم اطمنوا وقولوا الدكتوره باكيناز قالت. انا بتكلم كمتخصصه، انا متخصصه في السدود وابحاثي كلها في السدود وفي الصراعات المائيه، دي ابحاثي. ما انا مش بتكلم كلام سياسي، بقول من ابحاثي والترقيات بتاعتي كلها على الامن المائي المصري، فانا بتكلم من ابحاثي. اطمنوا وما تقلقوش، وما فيش حد هيأثر على الامن المائي ولا هياخد مننا نقطه. ان الابحاث بعد كده لما تتخرجوا قولوا الدكتوره باكي نزل تمام. ودكتور المشكله في الابحاث في النقط ديت اساسا انها ما فيش فيها تشجيع قد كده. حتى احنا كنا عملنا بحث مع دكتور تامر حاجه صغيره كده، كانوا طالبين، كنا محتاجين داتا كنا مش لاقيينها، كنا حتى كنا عشان نلاقيها كان عايزين ندفع فلوس بمبالغ عشان نجيبها. فهي مشكله وزاره الري بخيله في الداتا فعلا،
مع ان كل دول العالم بيتداولوا المعلومات، يعني انت في اي دوله لما تخش على النت تجيب الداتا اللي انت عايزها من غير ما تروح لحد خالص. بس للاسف وزاره الري في مصر بتمسك في الداتا وتثبت، واللي عايز لازم يدفع فلوس، وده حاجه مش كويسه. لو عشان انت تعمل بحث كويس لازم يبقى في تداول للمعلومات عشان تقدر يبقى عندك داتا كويس. وفي ناس ما يعني بتطلع عينيها وبتتشقلب، خصوصا اللي مسجلين عندنا في القسم ما بيعرفوش ياخدوا الداتا بسهوله، فيا اما نجيبها من الاقمار الصناعيه ودي كويسه بس الاكيورسي بتاعتها مش قد كده، يعني فري وبلاش كل حاجه بس الدقه بتاعتها مش قد كده. فاتمنى ان يجي يعني وزاره الري والجامعات بيعتبروا ان هم زي ما يكونوا خصمين مش اتنين بيتكاملوا مع بعض. الجامعه عندها الناس اللي بتعمل ابحاث كويسه، والوزاره عندها الداتا الكويسه بس بتبخل عليها يعني، ودي المشكله موجوده في كل الجهات الحكوميه اللي بتتعامل مع وزاره الري بالذات يعني. مشكله بيروقراطيه ملهاش دعوه باي حاجه، هي دي الداتا بتاعتي ومحدش يخد. للاسف ان مفيش فعلا تعاون فعلا يا دكتور في الحاجات دي. لو في تعاون أكبر مشكلة عدم تعاون بقى بين وزارة الزراعة ووزارة الري في موضوع البحيرات ده. البحيرات دي ملهاش أب شرعي، المفروض إن دي مسطحات مائية تبقى، طب يقعدوا يتخانقوا ويقول لهم طب ادوني مثلا وزارة الزراعة عشان هي المسؤولة، طب أنا عايز تصرف المصرف اللي بيصب على البحيرة دي عشان أشوف التلوث. وزارة الري مثلا ما ترضاش تدي التصرف، أو تدي تصرف مش مظبوط، أو تدي تصرف لشهر واحد مش طول السنة. يعني الصراع بين وزارة الري ووزارة الزراعة على البحيرات، عشان كده البحيرات متدهورة ملهاش حد مسؤول عنها مسؤول شرعي، حقها ضايع بين الهيئات المختلفة، جهاز شؤون البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الري، رغم ان احنا عندنا 13 بحيرة. طب بما ان حضرتك دكتور متخصصة في السدود يعني وكده، هو سد العالي بتاعنا رجع يدخل الخدمة في توليد الكهرباء تاني؟ لان كان من فترة كده لما الوزير كان قال على التلفزيون ان سد العالي خارج المحطة بتاعته خارج الكهرباء. هقول لك كلام وخده ثقة، الكلام اللي بيتقال في التلفزيون بيبقى متقال عشان يوصل للناس بطريقة معينة. سد العالي ما بيخدمش اكتر من 13% من الكهرباء بتاعت مصر كلها، يعني ما بيغطيش لحد اسوان. فحتى لو اشتغل او ما اشتغلش ما هيش، لكن هو شغال الحمد لله، لانه هو لحد منسوب 150 يقدر يشتغل. احنا الميه عندنا على منسوب كام؟ 192 كنا وصلنا ل 192. طبعا بيشتغل، بس احنا لازم نقول كده عشان زي ما يعني اثيوبيا عايزه تاخد الكهرباء اللي بتقول عليها دي وتصدرها وتيجي تعيط الناس اللي عندنا مش لاقيين كهرباء، هي اصلا مش هتديها للناس اللي عندهم، هي تصدرها، لكن بتعيط وبتصور قدام الناس كلها وعايشه في دور المظلوميه. فاحنا برضو لازم نعمل بنفس الطريقه، نقول السد مش هيشتغل والكهرباء مش، بس الحقيقه ان هي ما تزيدش عن 13% من كهرباء مصر. والمحطات اللي اتعملت الجديده دي هنبتدي نصدر كهرباء للدول جنبنا، وهنعمل ربط كهربائي دلوقتي، يبقى عندنا فائض في الكهرباء. لكن احنا لازم نقول كده عشان الكلام ده يتنقل، مظلوميه قصاد مظلوميه ونحنها قصاد نحنها. فهمت؟ كلام الكنترول يعني، ده كلام بجد مش كلام من الكنترول يعني. اي هو دكتور قلت السد العالي بيشتغل لغايه منسوب كام؟ اقل منسوب بيشتغل عليه في المحطه؟ لو وصلت ال 150 تبتدي الهيد. ما هو الكهرباء بتتولد ازاي؟ عندك ضغط بيحرك توربينات، لو الضغط قليل مش هيحرك التوربينات، او التوربينات تحرك بسرعه بطيئه ما تولدش كهرباء. مش هي دي الفكره؟ فكره التوربينات ان عندك ضغط كبير، فانت عندك كل ما بيقل الضغط كل ما التوربينات دي يا اما ما تشتغلش يا اما السرعه بتاعتها تبقى قليله، ما تولدش كهرباء كفايه. فانا عندي لحد منسوب 150 اقدر اولد، بعد كده ما اقدرش اولد. وانا الحمد لله السنه اللي فاتت وصلت لاعلى منسوب، وابتديت اتخلص من المياه الزياده، والسنه دي الفيضان عالي برضو، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن في بعد سنتين ثلاثة يبتدي الفيضان يبقى قليل وشحيح، واللي أنا خزنته كتير أبتدي أستهلكه لأنه الإيراد مش هيبقى عالي. هي بتيجي
سنوات غزيرة وسنوات شحيحة، فلازم أبقى محتاطة إن أنا الكلام بقى الشحيحة دي لو استمرت كام سنة ما يأثرش عليا، لأن أنا أوريدي عندي عجز من غير ما السد يشتغل. بس لو الشحيحة استمرت، هي دي مشكلة كل الهيصة دي، الشحيحة لو استمرت كام سنة أنا المخزون بتاعي السنوي ممكن يخلص، ممكن يقل، فأنا ده اللي بنتكلم فيه. إنما إن شاء الله ما فيش حاجة هتأثر خالص يعني. طمن نكمل بقى المحاضرة، نكمل المحاضرة. البيز اللي هي الخلجان اللي هي جزء من البحر بيبقى داخل جوه اليابس، زي الخليج العربي، زي خليج البسفور او مضيق البسفور. بحط انا الكلام ده باخد جزء في الميه وجزء في اليابس، اخد جزء في الميه وجزء في اليابس حسب ما انا عايزه. النقطه اللي تهمني احط عندها النتوركس بتاعتي. الكوستل، وده مهم جدا برضو، احنا عندنا 3000 كيلو متر شواطئ، 1700 في البحر الاحمر و1300 في البحر المتوسط، فعندي او عليهم مواني كتير جدا. ف بالتالي الاهتمام بالشواطئ وبالجوده بتاعتها سواء للسياحه والترفيه، سواء للصيد، سواء اللي هو الشعب المرجانية أو اللي هي الترفيه، يعني مهم جدا جدا الجودة بتاعة المية. مشاكل البحر مختلف. أولا في حركة موجية، في مد وجزر، في شواطئ، مش يعني الكلام مختلف خالص عن الكلام في الأنهار والبحيرات. فلازم احدد منطقه معينه اشتغل عليها. نفترض مثلا منطقه بلطيم، شاطئ بلطيم، شاطئ اسكندريه ده كبير ما اقدرش اخده مره واحده، شاطئ مطروح، شاطئ النخيل، يعني شاطئ بورسعيد وهكذا. لازم احدد، لانه الشواطئ 1300 كيلومتر انا مش هشتغل عليها الا لو انا عندي محطات رصد بقى، وده موجوده برضو تبع جهاز شؤون البيئه على طول الشواطئ. لكن لو انا عايز اشتغل برضو جزء بحثي ممكن احدد منطقه معينه كام كيلو كده من الشط وابتدي اشتغل عليها واحط الرصد بتاعي. يعني عشان كده بتبقى الشواطئ بتبقى عباره عن نتوركس، مجموعه من النتوركس تتجمع مع بعضها تديني شبكه الشط كله او الكوست كله، مش كلها حاجه واحده. لا، انا اقول مثلا منطقه راس البر وجمصه والمنطقه دي دول مع بعض. طيب من منطقه اسكندريه لحد الساحل دي منطقه تانية، نقسمهم مناطق وكل منطقه نعمل لها نتورك ونجمع نتورك سب نتوركس دي تعمل لي نتورك كامله للبوست الكبير اللي هو ال 1300 ولا ال 1700. انا ما عنديش حته صغيره على البحر، اللي انا ربنا فتح عليا بشاطئ كبير جدا. المارين ايكو سيستم اللي هو البيئه البحريه، زي البيئه المائيه اللي هي الاكواتيك بتاعه البحيره وبتاعه النهر، البيئه البحريه بنسميها المارين ايكو سيستم. المارين ايكو سيستم برضو فيها اسماك وفيها نباتات وفيها طحالب وفيها كائنات حيه وفيها قواقع، فيها اصداف، وفيها حاجات كتير جدا مهمه جدا لا تقل اهميه عن اللي هي الايكو بتاعتها او الايكولوجي بتاعتها، البيئه للاحياء لا تقل اهميه عن جوده المياه نفسها، فبرضو مهمه جدا زي ما اتكلمنا بالنسبه للبحيرات. لما باجي اعمل زي ما قلت في الشواطئ باخد جزء، يعني انا عندي الشاطئ كله، كل دي شواطئ، كل دي ده كله شاطئ، انا خدت جزء اهو، هعمل عليه سب نتورك، هعمل نتورك على قد الحته دي. ممكن اعملها بالشكل ده، جزء في اليابس وجزء في الميه، بقول عليها دي الشبكه العاديه. لا، عايزه اكثفها تبقى انتنسيف، يعني اخلي الشبكه كبيره اكتر من كده، مش قليله كده، هزود عدد نقط الرصد.
يعني ممكن تبقى شبكة intensive أو extensive، مكثفة أو خفيفة، حسب ما أنا محتاجة وأنا محدد، وحسب ما أنا عايزة إيه اللي هدرسه. فممكن أنا أزود الشبكة بتاعتي. دايما الشبكة بتاعت الشواطئ باخد جوه المية وباخد جوه الشط، لأن الحركة الموجية بتخش على الشط وبتعمل ساعات تآكل فيه، وبتطلع لو في ملوثات بترميها على الشط. فأنا لازم أخد عينات محطات الرصد تبقى على الشط على اليابس، وأخد جزء في المية. ده استري، ده كوستال نتورك نفس الكلام، جزء في المية جزء جوه. الاستري زي ما قلنا اللي هي موجودة على الكفر دي، اللي هي نهاية الانهار، وبتبقى مياه عذبة مختلطة بمياه البحر، والمية دي بتبقى ترانزيشنال في كل حاجة، حتى في نوع الحاجات الملوثات بتاعتها، حتى في نوع الكائنات البحرية أو المائية اللي موجودة فيه. دي الرسمة اللي موجودة على الكفر، ده الاستري بيبقى شالو وعريض في قرب المصب، وأضيق وعميق ناحية النهر، والمنطقة دي هي اللي بنسميها الاستري. إزاي أعمل فيها نتورك؟ طبعا دي كلها ممكن تكون مصبات أجزاء بتاخد منها، وده نفس الكلام. كل النقط دي هنا مكثفة، هنا خفيفة قليلة، هنا كتير جدا عدد السامبلز. وبمناسبة الشواطئ، أنا كنت قلت لكم قبل كده إنه المواد البلاستيكية اللي هي الأكياس ما بتدوبش، ولما بتترمى في البحر عاملة مشكلة كبيرة، لدرجة إن هم عملوا اليوم العالمي للتخلص من البلاستكس في البحار. بتبقى فيه متطوعين بيجمعوا الكلام دوت، لأنه أكتر حاجة بتهدد دلوقتي الشواطئ هي الأكياس البلاستيك اللي الناس بتستعملها وترميها، وما بتدوبش في المية، وبتبقى موجودة بشكل بتغطي مسطحات كبيرة من الشواطئ. هعفيكم من الجزء بتاع جراوند ووتر لأنه هو معقد شوية مش هنتكلم فيه. إزاي أعمل بروسيس فلو تشارت؟ إزاي أبتدي أقعد علشان أعمل، لا بلاش برضو، لا أنا عايزة أديكم الداتا شارت اللي أنا الجزء ده روم الثقافة، بس انتم مش مطالبين بيه، خدوا فكرة عنه لأنه جراوند ووتر مهم. أنا بس طلبة المشروع ساعات محتاج أعمل علاقة بين الجراوند ووتر والسيرفيس ووتر، لأنهم بيغذوا بعض وبيدوا لبعض، فببقى عندي حاجة زي دي. دي الرسالة بتاعت الباشمهندس محمد متولي، معرفش تعرفوه ولا لأ، معانا في القسم، بيشتغل على الدراستيك بالنسبة لقابلية الجراوند ووتر في الغربية للتلوث. ودي الريفرنس الـ EAA والحاجات اللي هي اللي أنا قلت لكم عليها، الريجيليشن كودز اللي عايزين تقروها، ممكن لو كتبت الاسم ده يطلع لك اللينك على طول، تقدر بقى تشوف كمية البارامترز اللي قلت لك عليها، بتوصل ل 220 بارامتر، واحنا عمالين بنلعب في بتاع 10 15 بارامترز مش اكتر، تقدر تاخد تعرف. وال WHO كمان لو كتبت WHO هتجي لك على طول المواصفات بتاعتها والتحديثات بتاعتها بتاعت الابديت. ان شاء الله باذن الله لو نقدر ناخد يوم السبت محاضره اضافيه، النهارده الثلاث، ناخد سبت وثلاث كده علشان اخلص الجزء اللي انا عايزه دي. وصدقوني في الامتحان هنتفق ان ايه يجي، بس انا عايزه اديكم جزء ويهمني انكم تعرفوه. خلينا نبقى نفصل ساعه الامتحان ايه اللي يجي وايه اللي ما يجيش، بس خليني اديكم جزء اللي انا ان شاء الله يعني اخر النهار، انا ما عنديش مشكله يعني يا دكتور، ان شاء الله اخر محاضره يعني اخر محاضره تبقى امتى؟
في واحدة اتروفيكيشن وواحدة ممكن سبت وثلاث نخلص على كده ممكن يعني لو قدرنا نخلص الجزء بتاع الاتروفيكيشن والووتر كواليتي اندكس. اصل الثلاثة اللي بعده فاينل ففي استحالة ان احنا والله ما اقول اهو سبت وثلاث، خلينا ناخد سبت وثلاث ونحاول نقفل على عشان احنا متعودين منك والله يا دكتور ان حضرتك يعني زي والدتنا وكده وبتراعينا دايما والله يا دكتور. لكن بلاش الشحاته دي عشان ما اكرمش لك 100 جنيه ولا 100 دولار لا لا والله يا دكتور احنا لا والله احنا متعودين من حضرتك على كده والله. خلينا ناخد محاضره يوم السبت ويوم الثلاث وان شاء الله نحاول نخلص على كده. بس يا ريت تشتغلوا معايا بقى في الشغل بتاع الشيتات والكلام ده، تسلموه بدري ما ترجعوش تقولوا مزنوقين، يعني اشتغلوا فيه وسلموه. انا عامله لكم كذا حاجه نعرفها على المنصه بعد اذنكم، يعني اشوفكم يوم السبت ان شاء الله، نحدد ميعاد مع مندوب الضفه، هدي جزء اللي هو الووتر كواليتي اندكس وبعد كده ناخد الترافيك اندكس الثلاث الجاي واحاول اقفل على كده، هحاول فعلا. تمام يعني شوفكم على خير. تمام دكتور لو سمحت، بس المحاضرة دي مش معانا، مش نزل.